صباح الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من أوروسكوب بقدم لكم إياها على أمل إن تكون حملت لكم كل الأخبار الحلوة لنهاركم. شو نصايح أبراجنا الـ 12 لليوم رح نكتشف سوا، والبداية رح بتكون مثل كل يوم مع برج الحمل. مهنياً ممكن تضطر إنك تسافر فجأة لتنهي مشروع إلك فترة عم تشتغل عليه، أو ممكن تقبل عرض عمل جديد خارج البلد. أما عاطفياً لازم تراجع حساباتك مع الشريك تما تتكرر الأخطاء يلي مرقت بعلاقتكم بالماضي. أما الثور، مهنياً بتتأخر بتسليم المشاريع يلي كنت مسؤول عنها، وهيدا الشي بيخليك مضطر إنك تقدم اعتذار للمسؤولين عنك بالعمل. أما عاطفياً بعض العرائيل ممكن تعترض طريق ارتباطك بالحبيب، حاول تقدم التضحيات تما تخسره. نوصل لبرج الجوزاء، مهنياً قضية عملية بتتبنيها أو بتشارك الزملاء بمشروع جديد وبتنجحوا سوا. عاطفياً واجه يلي بتحبه وصارحه بمشاعرك قبل فوات الأوان. نوصل لبرج السرطان، مهنياً نهارك بطيء بالإجمال وبتواجه ظروف بتخليك تتراجع عن قرارات أخذتها بالماضي. انتبه اليوم من أي خطوة ممكن تعملها، حتى أنه بنصحك تأجل كل مشاريعك وقراراتك لبكرة. ما تخاف، ما بيعتبر نهارك سلبي لكنه بنفس الوقت منه نهار إيجابي لك. الأسد، أنت بحاجة للمساعدة تقدر تسلم شغلك على الوقت، ما تعتبر طلب المساعدة انتقاص من قيمتك أو نوع من الضعف، بالعكس هيدا دليل ثقة بالنفس أو مصالحة مع الذات. أما صحياً عم تحس بنشاط نتيجة الفيتامينات يلي عم تاخدها لك فترة. منكمل مع برج العذراء، بتمضي اليوم على عقود عمل مهمة ممكن تأمن لك بالمستقبل الراحة المادية، رغم أنك رح تتعب بأول فترة، كما أنه رح تضطر أنك تغيب أوقات عن العائلة بدافع السفر. أما عاطفياً عندك ارتباط السنة الجاية، فكر قد ما فيك قبل ما تقوم بأي خطوة تندم عليها بالمستقبل. نوصل لبرج الميزان، أنت ناجح بالعمل حتى ولو ما حصلت على تنويه أو مكافأة من المسؤولين، بس بينهم وبين نفسهم عارفين نوعية شغلك الممتازة. أما بالحب إذا ما كنت مرتبط صار الوقت للبحث عن شريك حياتك. نوصل لبرج العقرب، بالوقت الحالي أنت متردد إذا بتبلش بمشروع عمل خاص فيك تتقدر تأمن حياة أفضل لإلك ولعائلتك. المهم تكون دارس المشروع منيح من كل جوانبه تما تخسر كل تعبك ومجهودك. انتبه على صحتك وحاول أنك ما تفكر بمواضيع ثانوية. أما القوس، كل أشكال التعاون مثمرة هالفترة لأنه أهدافك بتتوافق مع أهداف المحيطين فيك. استفيد من هالفرصة كونك بتتمتع بالصحة والحيوية، وبلش أول شي بالأعمال الخاصة بالفريق. بتتعرف على شخص جديد ممكن يقلب لك كل حياتك للأفضل. نوصل لبرج الجدي، مهنياً معلوماتك الكتيرة بتسمح لك تقوم بزيارات عمل لتتبادل الآراء والأفكار مع ذوي الاختصاص والخبرة بمجال عملك. أما عاطفياً بتشارك الشريك أحلامه وأهدافه، أما إذا كنت وحيد وأعزب ممكن تتعرف على شخص وتبلش معه علاقة رح تكون كتير قوية ورح تكونوا سوا بالمستقبل. منوصل للدلو، كل الأمور بتمشي مثل ما أنت مخطط، لكن ممكن تواجه شوية مشاكل، فحاول تموه عن حالك ونظم السهرات والرحلات مع الأصدقاء. مضي وقت فراغك مع الشريك، وخاصة أنك بترتاح بوجوده حدك. وأخيراً منوصل مع برج الحوت، ثقتك الزايدة بالنفس رح توقعك بمشاكل أنت بغنى عنها. ما تخلي الغرور يبعدك عن محيطك، اعرف كيف تتصرف مع عائلتك وعطيهم الوقت الكافي تيحسوا بعاطفتك تجاههم. أما مولود برج اليوم، من صفاته إنسان مغرور وبيحب الحياة بطريقة خاصة، من صغره رياضي وبطبعه بيحتاج لتصريف طاقته الزايدة، ممكن تلاقيه عم بمارس نشاطات أو مغامرات غريبة. أصدقائي هيدي كانت كل معلوماتنا لليوم بفكرة أوروسكوب. أنا حابة أذكركم أوروسكوب إليان@hotmail.com هو الإيميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألوني أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم، وأنا أكيد رح جاوبكم. بترككم هلأ مع باقي فقرات اللايف، وأنا بلاقيكم بكرة بفكرة جديدة من أوروسكوب. إلى اللقاء.